اسمع ماكس. من حب الكلاب والشغف بتربيتها إلى فتح مركز لتدريب الكلاب وترويضها، تلك هي رحلة الميلود مطاي من خميس مليانة، الذي يعتبر مركزه قبلة لتدريب الكلاب سواء للحراسة أو البحث، بعد أن ذاع صيته داخل الوطن وخارجه. كما هذاك الكلب هم جايبينه من شرشال، هذاك وهران، هذا خميس مليانة، هذا ألجي، هذا بليدا، هذا بواتسوف. دي لي زاغريمون تاعي الحمد لله، دوكا كيما يقول لك الحمد لله راني بالاكسبيريونس. هذه خويا العزيز، انا ملي كنت صغير كيما وليدي نحشق في الكلاب، حنا بديناها بالكلاب عرب كيما قال لك، اللي بغى يتعلم السوق يتعلمها في طوموبيل قديمه، حنا تعلمناهم في الكلاب العرب هذوك تاع اللي يتربوا هكا في الزنقه، ومن بعد كينا دخلت في القلب كيما يقول لك. هذا الميتي هذا واعر، عباك شوف اللي ما يعرفوش ما يقدرش يعشق في الكلب. إن تدريب الكلاب من أصعب المهن التي لا يمكن امتهانها إلا عن حب، فرغم تعرض الميلود للكثير من الحوادث الخطيرة أثناء التدريب، إلا أن شغفه بالكلاب دفعه للاستمرار في هذه المهنة. إذا درتو ما ترشيان مشي غير هكا وخلاص، تقراه وتتعب عليه باش دير ماترشيا الا كنت تبغيه، الا كنت تبغيه تتعلمه مليح، والا ما كنتش تبغيه ما تقدرش تعلمه، باسكو هذه مي سي با دوني اتور موند، ماشي نيمبورت اللي يجي يتعلمها، باسكو راهي حاجه واعره فيها الشوك بزاف، فيها وين تدي ضرابي بزاف من عند الكلب. كيما ها شوف البارح، شوف توشاني كلب غير هكا كيما حنا نقولوا افيرتاني، هذيك الخطره نخدمو في لي زاتاك، شوف نوري لك هنايا فاني استادير تدي الشوك من هذا المهنه. تختلف تمارين تدريب الكلاب حسب نوعيتها ووظيفتها، وهو الامر الذي يحرص الميلود على تلقينه للراغبين في تعلم هذه المهنه. بيسونس لا مارشو بي الت اسي كوشي دوبو دومي تور با بوجي لي رابيل دوفون، هما يقولون فاس لي رابور دوبجي les attaques lancées, la défense de mètre, la garde objet, الحراسة المغلوقة, la garde mètre, la garde voiture. هذو قايتين نخدموهم، تسمى تدريبات قايتين. إن طموح المدرب ميلو تجاوز التفكير في مصلحته الشخصية إلى السعي لتطوير مشروعه وتزويد الجزائر بمركز لتدريب الكلاب يمكن من خلاله فتح مناصب شغل للبياطرة ومروض الحيوانات.